السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما لها إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين تكونوا مور ديالكم زينة تمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات الغزالات الوفيات على القناة وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة رائعة وسحرية علاش لأنها غتكون تحديدا لتبييض الوجه وتبييض حتى الجسم إلا حبيتو أو لا إلا حبيتو غتكون بواحد المكونين فقط آه كمكونين يعني رئيسيين أما مكونات ثانوية ضروري من نضيفوهم باش هكذا نعطيو الوصفه عاليه اكثر واكبر فاليوم نهضر لكم على كريم نيفيا والبوماد الصفراء هاد البوماد كما كتلاحظوا هاد الايام بديت لكم عليها بشكل كبير علاش لانني وليت كنستخدمها انا شخصيا يعني مره وجوج وثلاثه و4 ديما 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 تنستخدمها وكما قلت لكم ما كنستخدمهاش غير لي انا بوحديتي وانما حتى للطفله ديالي الحمد لله كنلقى عليها اشياء ايجابيه ولا اروع فداك علاش وليت اي وصفه كان كنجربها عليا انا شخصيا بالبومادا الصفراء ولا باي منتوج اخر كنجي ديك سان بارتاجي معكم لا غوسيت باش ان شاء الله دائما تكونوا اول معايا اول باول ان شاء الله في اي حاجه جديده جربتها وعلاش لا نقدمها لكم ان شاء الله اللي تعم الفائده للجميع قبل ما تعرفوا على مكونات البصه وطريقه تحضيرها واستخدامها واستعمالها كذلك بغيت نقول لكم الناس واحد مرحبا والف مرحبا كبيره بزاف لجميع الغزالات ديالي اللي كيشاهدوني الا كنتوا اول مره كتشوفوني ولا كتزوروني شنو تتسناو اشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس خليو تعليقاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم والاسئله ديالكم وكل ما كيتعلق بكم خليوه لينا في لي كومونتير يعني لتحت باش هكذا ان شاء الله من الاشياء اللي تبارطاجيو معنا ومن الاشياء اللي تخليو لينا في التعاليق وايضا آه خليو لينا آه يعني لي ديالكم طبيعيين بخصوص آه وصفات لتبيض الوجه وتبييض الجسم كذلك وبسم الله على بركه الله نجيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه تحضيرها واستخدامها واستعمالها كذلك فاول مكون غادي تحتاجوا معايا ان شاء الله في هذه الغوسيت هذه غتحتاجوا معايا آه البوماده الصفراء انا عندي جوج الماركات عندي هاد النوعيه اللي كتجيب الحجم الكبير وعندي هاد النوعيه اللي كتجيب الحجم الصغير هادي البنات آه كتعمل واحد واحد آه 5 دراهم كما كتلاحظوا و50 سنتيم على ما اعتقد يعني ثمنها رخيص بزاف ولكن الفعاليه ديالها كتعمل غير جوج غير واحد في المية ليس بجوج في المية وانما غير واحد في المية اما هذه البنات ثلاثة في المية يعني كتكون مزيانه اكثر من هذه كنصح لك كنصح بكم يعني كنصح جميع الناس يستخدموا هذه على هذه مثلا لان كتكون غير واحد في المية كما قلنا بخصوص ثاني مكون غتحتاجوا معايا كريم نيفيا وبالنسبه لهذه الثمن ديالها البنات هو 10 دراهم أو 9 دراهم و30 سنتيم بالنسبه لهذا المكون هذا اللي هو كريم نيفيا العلبه الزرقاء فحتى هو ضروري ما تستخدموه الناس اللي كتسولني في كيفاش نعرفوه واش اصلي او غير اصلي فطريقه سهله هنايا عندي هاد النوعيه هي بالحجم الكبير فيها 150 ملل فباش تعرفوا اصلي او غير اصلي فهاد نيفيا كريم كتكون محفره لمسيتوها راه محفره مزيان وكتلقاو حرف حدا حرف اي الحروف متشبهه مع بعضها البعض ومتناسقه يعني ماشي حرف هنا وحرف الفوق وايضا فاش كتفتحوا هاد العلبه هذه كريم نيفيا العلبه الزرقاء كتلقاو انه هاد الكريم هذا هاد نيفيا كريم محفره من الخلف ومن الامام يعني محفره على جوج مرات فهذا كريم اصلي وغير مزور اما كان مزور ما كتكونش محفره لا من لا من الامام لا من الخلف يعني بجوج جهات ما تتكونش ما محفره فبالتالي هذا كريم غير اصلي من الاحسن ترجعيه لمولاه لانه ما يصلح لحتى شي حاجه صراحه بالنسبه للمكونات الثانويه البنات غتحتاجي معايا ان شاء الله الى الحمص بودره غتاخدي معايا هنا معي معي واحد معلقه الحمص غتاخدي معايا واحد نص حامضه غادي نعصروها ان شاء الله غتحتاجي معايا الحليب المجفف أو الحليب بودر بالنسبه لي انا الحليب البودر فهو من بين الاشياء او المكونات الرخيصه اللي كتبيض في مده وجيزه وسريعه خصوصا مع هذه المكونات انا ما نعاودش لكم يا البنات واحد التبييض وواحد الاشراقه ولات في البشرة الوجه ديالي مؤخرا عجبتني بزاف الحمد لله النتيجه وقلت علاش لا ما نبارطاجيش هاد لا مع البنات واخديت فيها الوقت صراحه ما جيتش وشاركتها هكذا وانما خديت فيها الوقت ديالي تقريبا واحد الاسبوعين يعني تقريبا يعني وانا كنجربها فراها زوينه على ضمانتي اخر مكون اللي غادي نحتاجوه في هاد لا هو الرز الرز بودره يعني تقريبا المكونات راهم بساط قلنا الحليب المجفف اولا الحليب نيدو بودر عندنا الرز عندنا الحمص عندنا الحامض وعندنا كريم نيفيا وعندنا البومادا الصفراء في المجموع سته ديال المكونات يعني والحمد لله مكونات ثمنها مناسب كريم نيفيا الثمن ديالو كيعمل واحد 23 او 22 درهم حتى 25 درهم مغربيه بومادا الصفراء كما قلنا الحجم الصغير خمسة درهم الحجم الكبير 10 درهم حليب نيدو اكيد كيتوفر في كل بيت لاننا كنستخدمه في الشيوات في الاكلات في بيتزا بزاف ديال الامور ايضا الحامضه الحامض ما تيخطاش البيوت والحمص حتى هو ضروري ما يكون لاننا يعني نستخدمه في الاكلات وحتى في الوصفات الطبيعيه والرز كذلك كذا ومثال حتى هو دائما تيكون وبالنسبه للرز بنقول لكم انكم ما تستخدموش ذاك الرز الصفر وانما هذا الرز الابيض هذا فهو زوين 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 زوين, زوين بزاف لتفتيح وتبييض وعلاج تصبغات ديال الاسره ديال الوجه فدابا غندوزو لطريقه التحضير فبسم الله ففي واحد الاناء كتوضعي ليا معلقه ديال الحليب نيدو معلقه مع معلقه ديال الرز مع معلقه ديال الحمص قلنا الرز حليب مجفف و الحمص دابا غادي ناخذ ديك نص حامضه وغادي نعصروها ان شاء الله وغادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضهم البعض ومن بعد غادي نزيدو نضيفو داك كريم نيفيا العلبة الزرقاء هاد الكريم هدا راه سحري البنات كتستخدمو الأم ديالي وكنستخدمو أنا وكتستخدمو حتى الجدة ديالي صراحة زوين# زوين# زوين فيما كتقادا ليا علبة كنمشي ناخد علبة وحدة أخرى ومفيد استخدامه أنا كنستخدمو في الليل وفي# وفي الصباح ولكن الاحسن تستخدموه غير في الليل ما في الصباح خصوصا لك تتعرضوا لاشعه الشمس يقدر يسبب لكم مثلا سواد او يعني مثلا على سبيل المثال اما انا شخصيا صراحه نوعيه بشرة الوجه ديالي كما كتعرفوا بالنسبه للناس اللي متابعيني منذ زمن طويل الحمد لله فهي بشره جافه مع ذلك انا كنستخدمه بالليل وفي النهار وما كي ما كيسبب لي حتى شي مشكل ولكن لتفادي مشكل الشمس كما قلت لكم الاحسن ما تستخدموش آه آه في الصباح ما تستخدموها في الليل قبل النوم هذه الوصفه حتى هي كتبغي تستخدموها في الليل قبل النوم فهي غتبيضك ان شاء الله صحه واخا يكون السواد ما عرفت كيفاش داير اولا كيفاش عامل فان شاء الله غتبيضي بها دابا بعد ما خلطنا هاد المكونات اخر حاجه غنضيفوها هي البومادا الصفراء انا غنستخدم معكم هادي اللي كما قلنا الفعاليه ديالها 3% في ماشي 1% اولا آه يعني 2% يعني هادي 3% زوينه بزاف وثمن ديالها كما قلنا مناسب الناس اللي كتقول لي اعطينا الاسم ديال هاد البومادا الصفراء ما تقوليش لينا غير الاسم التجاري ديالو عطينا الاسم يعني العلمي ديالو فهذا هو الاسم البنات حاولوا تعملوا بوز وعملوا سكرين وخذوا هاد خذوا لا فوتو وديوها لعند اقرب فارماسي غيعطيكم هاد البوماده هادي تاخذوا مقدار ملعقة هاد البومادة بوحدها صراحة البنات إلا استخدمتوها في... في الليل قبل النوم كل يوم لمدة غير أسبوع غتعطيكم واحد النتيجة خرافية خصوصا الناس اللي عندهم المشكل ديال النمش والكلف والتسبغات فصراحة الجارة ديالي مؤخرا استخدمتها آه يعني في الليل قبل النوم المدة ديال تقريبا ثلاثة الأسابيع وهي عندها نمش كتير صراحة باش نكونوا صريحين وتسبغات كثيرة وجهها كله هكذا مطاشي ففاش استخدمت هاد البوماده هذه ثلاثه ديال الاسابيع تقريبا اعطات واحد النتائج خرافيه وكانت قبل ما تستخدم هاد البوماده هذه يعني ما خلات اطباء ما خلات بومادات ما خلات حتى شي حاجه واعطات هاد البوماده هذه تصور معايا غير اللي هي ب 5 دراهم واش درهم عطاتها نتيجه عكس بومادات اللي كيسوا 150 درهم و 200 درهم و300 درهم و500 درهم وما كيكون حتى شي نتيجة فنتمنى تجربوها وترجعوا عندي في التعليق وتقولوا لي كيف جاتكم فانتم البنات حاولوا تخلطوا مزيان هذيك البومادا الصفراء يعني لما خلطتوهاش راه ما كتكونش نتيجه صراحه هانتوما البنات هذا هو الشكل ديال الوصفه بعد ما آه كتخلطوها كدا هي مزيان كتصبح جاهزه للاستخدام ما عليك الا آه تطبيقها على آه البشره ديال الوجه ديالك وتنتظري واحد المده ديال تقريبا 30 دقيقه ومن بعد غسليها الا استطعتي من الاحسن انك تطبقيها ودهنيها مزيان تتمتصها لبشره الوجه ديالك باش هكذا ما تحتاجيش تغسليها نهائيا حتى النهار الموالي ولا النهار الثاني عاد من بعد تغسلي بشره الوجه ديالك هذه نصيحه نبغي نقولها لبزاف ديال النساء خصوصا الناس اللي عندهم تسبغات وعندهم مشاكل كثيره في الوجه ديالهم من الاحسن ما يغسلوهاش يخليوها في الوجه ديالهم نهار ليله كامله كما كنقولوا ليله كامله حتى النهار التالي ان شاء الله عاد من بعد يغسلوا الوجه ديالهم فهاد الشيء اللي كاين غزالات ديالي نتمنى هاد الفيديو كان خفيف ظريف على قلوبكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم اشتراك ديالكم في القناه تفعيلكم زر الجرس ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم